الحال المهم اليوم هو التتويج باللقب، وهذا التتويج مباشرة بعده يعني الملك محمد السادس يهنئ في اتصال هاتفي نادي الوداد البيضاوي إثر فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. الفوز هو الثالث للفريق البيضاوي في المسابقة القارية الأغلى على مستوى الأندية. سبق لفريق الوداد أن توج باللقب بنفس اللقب على نفس الخصم في نسخة العام 2017، واليوم يعيد الكرة على حساب نفس الخصم هنا في المغرب بهدفين دون مقابل، هدفان وقعهما اللاعب المترجي يعني نجم هذه المباراة. إذن الملك محمد السادس يهنئ في اتصال هاتفي نادي الوداد البيضاوي إثر فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا. المكالمة كانت مع مدرب فريق الوداد المدرب وليد الركراكي الذي دخل نادي المتواجين بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى، علما أنه المدرب المغربي الثاني فقط الذي يتوج بهذا اللقب بعد تتويج المدرب السابق لدى الوداد المدرب الحسين عموتة باللقب في نسخة العام 2017. إذن كما قلنا الملك محمد السادس يهنئ في مكالمة هاتفية فريق الوداد البيضاوي.